السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. امهات كتير بتقابلهم مشكلة ان هما ما بيعرفوش يعدلوا سلوك معين لطفلهم، لان هما استخدموا اساليب كتيرة جدا، استخدموا ضرب، شتيمة، زعيق، ان هما يخصموهم. في كل مرة كانوا بيفشلوا فشل ذريع. حتى ام من الامهات كانت بتتكلم معايا بصفة دورية يعني، وكانت بتقول لي انا استخدمت الطرق كلها معاه لدرجة ان انا فكرت ان انا اتقبل سلوكه زي ما هو، مش قادرة اعمل معاه اي حاجة. وكمان الولد ما بيتعظش يعني، ما بيبين لهاش حتى ان هو ندمان انه فعل عمل الفعل ده، او ان هو همه العقاب بتاعها ولا اي حاجة. فقلت لها انت جربتي يعني كل الاساليب وما جربتيش ايه اكتر حاجة بيحبها؟ ما جربتيش مثلا ان انت تاخدي منه حاجة بيحبها، او ما تخليهوش يعمل حاجة هو عايز يعملها، زي انه مثلا بيروح النادي فتقولي له خلاص احنا نتفق اتفاق مش عايز يعمل واجب مثلا، الواجب انت لو ما عملتوش مش هينفع ان انت تروح النادي. جربتي الموضوع ده؟ قالت لي يعني انا ضربته ما نفعش، هحرمه هينفع؟ هينفع يا جماعة، انتوا بتستهونوا ليه بالامور دي؟ بصوا الديل اللي بيننا وما بين الاطفال ان احنا نلبي لهم احتياجاتهم. طب احنا ما لبيناش احتياجاتهم بيبداوا يتمردوا، ساعات في منهم بيتمرد وفي منهم بيبدا يساومنا. ها طب هو انا لو عملت كذا هتعمل لي كذا؟ هنا نبدا بقى ايه، نشوف المساومه. صح، هي ما بتبقاش اسمها مساومه، دي طريقه ما بيننا وما بين الاولاد. لازم احنا نفهم دماغهم، نشوف اهتماماتهم، ايه اللي هم بالنسبه لهم مهم، نبدا نشتغل عليه. ما اسمهاش مساومه ابدا، عشان ما تقدروش تحسوا ان هو ايه ده، هو انا اساوم ابني؟ انت مش بتساوم، انت مش عايز تساومه فبتضربه مثلا، انهي اقل ضرر؟ الطريقه اللي نستخدمها ازاي، انت شوفي الحاجه اللي متعلق بيها او متعود يعملها وبيحبها ومتمسك بيها، خروجه بيحبها مع اصحابه، بيروح النادي، بيلعب لعبه معينه مثلا، في حاجه معينه بيحب كل يوم، متعود مثلا تجيبي له شوكولاته معينه، المهم يعني حاجه بيحبها قوي. والحاجه دي نبدا نشتغل عليها بحته، بحيث ان احنا لما نيجي نقول له طيب احنا لو ما امتثلناش للامر الفلاني او لو ما عملناش الحاجه المعينه دي، انا مش هقدر البي لك الاحتياج بتاعك، مش هقدر اوديك النادي، مش هقدر اعمل لك الحاجه اللي انت عايزها. هيبان عليه على فكره، حتى لو قال لك مش مهم مش عايز، لا هيجي بعد شويه يقول لك طيب خلاص انا هعمل ده بس توديني. حته ان احنا نبقى نحفز الطفل حاجه، وان احنا نشوف الحاجات اللي هو متعلق بيها وبيحب يعملها، فنبدا نشوف هل دي هينفع ان هو يتحرم منها ويتمنع منها ولا لا. في حاجات ما ينفعش ان احنا نحرمه منها او نقول له لا ما انتش هتعمل ده غير لما تعمل واجب، يعني مثلا زي الاكل والشرب. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في حته الحاجات اللي ما ينفعش نحرمه منها، الاكل والشرب، العلاج، الحب المشروط ده ما ينفعش ابدا، انا بحب